ينضم إلينا من رام الله جهاد حرب، الكاتب والباحث السياسي. لأحييك وأرحب بك أستاذ جهاد. يعني لا يزال العالم اليوم يتأرجح بين خوف وقلق وخشية أمريكا مما تفعله إسرائيل، وبين استمرار إسرائيل بمهمة إزالة تهديد حماس. نعم، حتى الآن للأسف على الرغم من التحولات التي جرت على مواقف أغلب الدول الأوروبية، لأنها نظرت أن الضوء الأخضر التي منحته لإسرائيل ولحكومة نتنياهو بداية الحرب يوم 7 أكتوبر وفي زياراتهم لإسرائيل آنذاك قد جاء بوبال، خاصة أن إسرائيل استخدمت هذا الضوء الأخضر لمجازر ولإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني وعملية تجويع واسعة وكبيرة للفلسطينيين حتى باتوا يتحملون مسؤولية الإبادة الجماعية. وشاهدنا في استراليا وفي غيرها من الدول بدأ المحامون والناشطون برفع قضايا بمشاركة زعماء هذه الدول سواء الرؤساء أو رؤساء الحكومات بالإبادة الجماعية، وبالتالي تراجعت المواقف أمام هول والصدمة التي شاهدوها في قطاع غزة. لكن في تصريحات هاريس بالأمس هناك تحول مهم في الموقف الأمريكي عندما تطلب وقفا لإطلاق النار، ولم يكن هذا على جدول أعمال أو تصريحات أي من المسؤولين الأمريكيين خلال الفترة الماضية. بل كان هنالك كلام صريح من الجانب الأمريكي بوقف إطلاق النار أستاذ جهاد؟ نعم، من قبل كامالا هاريس، لكن نحن ندرك بأن الموقف الأمريكي على المستوى الرسمي هو يتعلق بإنهاء حركة حماس، وعندما يتحدثون عن رفح هم لا يعارضون العملية العسكرية في رفح، إنما يحتاجون إلى خطة محكمة كما يقولون وموثقة بألا يكون هذا الاجتياح على حساب المدنيين الفلسطينيين، خاصة أن إسرائيل وبموافقة أمريكية وأوروبية أخرجت الناس أو وضعت الناس في هذه المنطقة باعتبارها منطقة آمنة، واليوم تريد اقتحامها حتى لا يكون هناك مجازر كبيرة ضد المدنيين الفلسطينيين. يريدون خطة أو عملية لإخراجهم من تلك المنطقة. إسرائيل كانت تأمل أو تريد، ليست تأمل، تريد، وهذا منذ بداية الحرب، بتهجير المواطنين الفلسطينيين إلى مصر وإلى العالم من بعد، إلا أن المواقف المصرية والمواقف الدولية وصمود المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة أدى إلى أن يكون هناك صمود للفلسطينيين في هذه المنطقة. واليوم العقبة الوحيدة على ما يبدو أمام موافقة الإدارة الأمريكية على استكمال اجتياح إسرائيل لقطاع غزة وهي منطقة رفح هو إخراج هؤلاء إلى أماكن آمنة إلى داخل قطاع غزة وليس إلى خارج قطاع غزة، حتى لا يكون هناك موافقة على تهجير جديد للفلسطينيين يشبه عام 48. طب دعنا في هذه النقطة للحديث بموضوعيتهم التي يدعونها يا أستاذ جهاد. يعني عندما يتم المطالبة اليوم بتهجير الفلسطينيين في الداخل قطاع غزة للمرة 10 أو لست أدري عددها منذ بداية هذا العدوان، نعم. طب من شمال غزة إلى أقصى جنوبها في كل يوم وفي كل لحظة لا يزال يتعرض لعدوان، يعني بدل أن نقصف هذا التكتل الهائل العددي أو الكم للفلسطينيين في رفح نقصفهم على مساحة جغرافيا قطاع غزة، هذا هو الذي تريده أمريكا؟ أريد أن أوضح، هناك اتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على إنهاء حركة حماس وحكمها وقدراتها العسكرية. وإسرائيل تقول أن هناك 4 كتائب موجودة في رفح لم يتم مساسها خلال العملية العسكرية منذ 5 أشهر تقريبا. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل متفقان على بند واحد وهو التخلص من حركة حماس، هكذا هو الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي. ولكن في قرارة نفسها تدرك أمريكا قبل إسرائيل استحالة هذا المطلب أو تحقيقه على أرض الواقع، إنما ما يتم تحقيقه هو أمر آخر. تفضل أستاذ. هو قتل الفلسطينيين جميعا، لأن العملية العسكرية الإسرائيلية هي موجهة للفلسطينيين وليست لحركة حماس، والذي قتل من الفلسطينيين المدنيين هم الأغلبية الغالبة من استشهد أو جرح في هذه العملية العسكرية. لذلك إدراك الولايات المتحدة الأمريكية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
وأيضا لأن هذه العملية قد تأخذ وقتا طويلا. عندما تحدثوا عن عملية خان يونس على سبيل المثال تحدثوا عن أسبوعين، اليوم لديهم 3 أشهر، وإذا ذهبوا إلى رفح قد يكون أيضا إطالة للحرب. هذا الإدراك بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تشعر به، أن منح إسرائيل ضوءا أخضر جديد لاجتياح رفح أو محافظة رفح يعني أن هناك تمديد للحرب. لذلك الجهود التي تقوم بها دول الوساطة إذا جاز التعبير، مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، ترغب بالوصول إلى هدنة قد تمنع عملية استمرار إسرائيل لاجتياحها البري أو العدوان الإسرائيلي المستمر لوقت طويل، وقد تفتح مجالا لمفاوضات تتعلق بمرحلة ثانية وثالثة على إثرها يكون إنهاء أو وقف إطلاق النار. وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية تريد هذه الهدنة لأسباب داخلية أمريكية تتعلق بالناخبين الأمريكيين والحزب الديمقراطي. ولكن الإسرائيلي، وأعود للتساؤل أستاذ جهاد، عندما نتحدث عن تغيير نتائج نذهب إلى مقدمات أو أسباب. بالأسباب والذرائع الإسرائيلي لم تنتفي أسبابه حتى هذه اللحظة بالاستمرار بهذا العدوان والعملية المنتظرة في رفح، بعيدا عن الأطراف التي ربما لديها تبدلات وتغيرات داخلية. دعيني أقول أنه قد فشل في تحقيق أهدافه عندما نضع الأهداف 3 الأساسية التي وضعها. أو الأولى القضاء على حركة حماس وحكمها في قطاع غزة، ما زالت المقاومة الفلسطينية مستمرة على مدار 5 أشهر ولم ترفع الراية البيضاء واستسلام المقاتلين الفلسطينيين في هناك على الرغم من كل المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 2 إعادة الأسرى الأحياء تحديدا إلى إسرائيل، لم يستطع إعادة أي من الأسرى الأحياء إلا 2 في مدينة رفح فقط في عملية عسكرية لوحدها، وبالتالي هناك 134 أسيرا إسرائيليا حسب تصريحات حركة حماس أن 70 أسيرا إسرائيليا قد قتلوا، بمعنى آخر أن هناك 60 أسيرا إسرائيليا من الأحياء موجود اليوم في قطاع غزة ولم تستطع الوصول له. وغزة، والهدف الثالث هو منع أن تكون غزة تهديد لإسرائيل، ما زالت قطاع غزة تمثل تهديدا لإسرائيل لأن هذا وسيتبقى حتى وإن تم القضاء على أغلبية قدرات حركة حماس العسكرية أو المقاومة الفلسطينية العسكرية، ما دام الاحتلال موجود ستبقى هناك مقاومة فلسطينية مهددة للاحتلال الإسرائيلي. لذلك الحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيس الحكومة الإسرائيلية يرغب باستمرار الحرب لغايات شخصية تتعلق أو فيما تتعلق ببقائه السياسي وانتظار ما ستؤول إليه الانتخابات الأمريكية أيضا، حيث يعتقد بأن النجاح سيكون لدونالد ترامب صديقه، وبالتالي سيسمح له بمزيد من قتل الفلسطينيين ومخططاته التي أشهرها نتنياهو منذ بداية الحرب. ما بين أسباب إسرائيل وتحقيق أو عدم تحقيق أهدافها أو نتائجها، سنبقى نتابع ونترقب، والدم هو الذي يمهر هذا العدوان، مع الأسف دم الفلسطينيين. أشكرك جزيل الشكر أستاذ جهاد حرب الكاتب والباحث السياسي، حدثنا من رام الله، لك جزيل الشكر.